بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. صدق الله العلي العظيم. في عشية احدى جلسات محاكمة سماحة الشيخ فاضل زكي شيخنا الفاضل العزيز الذي لا ينساه شعبه ولا مجتمعه مما قدم لهذا المجتمع، في هذه الليلة في هذه العشية نقف متضامنين معه في منزله مع أهالي قرية، يعني باسم أهالي قريتي أبو صيدع والشاخورة وأهالي الشهداء، وباسم العلماء وباسم كل محبيه ومريديه نقف هذه الوقفة التضامنية مع سماحة الشيخ مستنكرين هذه المحاكمة التي لا زالت مستمرة في أجواء يأسف فيها كل الشعب على هذا الأمر الذي جعل شعبنا يعيش هذه الفترة لمدة حوالي 6 سنوات في هذه الأزمة التي لا يمكن أن تخدم هذا البلد لا من قريب ولا من بعيد. فوقوفنا مع سماحة الشيخ مستنكرين وشاجبين لهذه المحاكمة المستمرة والتي قد خلفت لنا كثيرا، سواء كان سماحة الشيخ أو بقية السجناء، فهناك علماء خلف القضبان، وهناك رموز خلف القضبان، وهناك شباب وشابات خلف القضبان، حوالي 3000 شخص مستودعين أو موضوعين يرزحون تحت قمع الجلاد خلف القضبان. تغييب هؤلاء الذين لو كانوا بيننا لقدموا الكثير وخدموا الكثير، فتغييبهم خلف القضبان ليس من مصلحة هذا الوطن ولا يجر لهذا الوطن أي نفع. فهذه الطاقات حقيقة مهدورة، هذه الطاقات مضيعة، هذه الطاقات مكبلة. سبب كل ذلك هو المطالبة بالحقوق المدنية. كلمة الحق والكلمة الحرة والكلمة الصادقة هي ممنوعة، ويجب أن تغلق الأفواه، ويجب أن يبقى هؤلاء خلف القضبان لأنهم دعاة للحق، لأنهم مطالبين بحقوقهم، لأنهم سلميين. أما من يتجرأ على الشعب سواء كان على المواقع الاجتماعية أو من خلال الفضائيات أو من غيرها كالصحف، يتجرأ على الشعب ويهين أمة ويهين طائفة بأكملها ويسب فينا، فهؤلاء هم أحرار، هؤلاء يذهبون أينما أرادوا، بل هؤلاء تقدم لهم الجوائز والخدمات والأعمال لأنهم تجرؤوا على الفتنة وتجرؤوا على كلمة الحق. هؤلاء يبقون أحرار وأولئك خلف السجون. هذا هو انقلاب الصورة حقيقة، هذا هو انقلاب الصورة حقيقة. كيف يبقى هؤلاء أمثال المشايخ والعلماء والحقوقيين ومن يتكلم بكلمة بسيطة، كلمة حق من خلال تويتر أو غيره، يسجن هؤلاء ويبقون خلف القضبان؟ وهناك عدد من الإخوة أحكام جائرة، مؤبد، إعدام، سحب جنسية، إخراج من الوطن، تغييب خلف القضبان. هذه الحالة هي الموجودة في هذا الوطن. إذا بقينا على مثل هذه الحالة
لن يكون ذلك في خدمة الوطن أبدا. والنظام يعلم ويتيقن بأن هذه الأساليب القمعية وسجن الكلمة والأنفاس هذه لا يمكن أن تؤتي بأي ثمرة لهذا الوطن، ولا يمكن انتصار على الشعب. إن الشعوب كلمتهم قوية وموقفهم قوي، وسلميتنا هي التي فتتت الجبال، وسلميتنا هي التي جعلت هؤلاء يتخبطون ولا يدرون ماذا يعملون. فلهذا كل يوم تصدر قرارات وقوانين بحق هذا الشعب للتضييق عليه. لا يمكن مثل ذلك أن يجعل هذا الشعب متراجعا ولا خطوة واحدة. حتما ستكون النهاية هي للشعب، وسينال هذا الشعب حقوقه ما دام مستمرا بدفاعه عن حقوقه وبكلمته التي لا يأبى ولا يخاف منها أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، وبمواقفه المشرفة مع علمائه ومع رموزه ومع الشهداء ومع السجناء ومع المحكومين بالإعدام ومع المشردين والمغربين ومع كل ما يناله هذا الشعب من ضير. وقوف هذا الشعب بهذه المواقف واستمراره سيحقق هدفه حتما بإذن الله تعالى، سواء طال الزمان أو قصر. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج لشيخنا ولباقي العلماء، والفرج لشعبنا، والرحمة على شهدائنا، وأن ننال حقوقنا عاجلا غير آجل بحق محمد وآله الطاهرين.